السلام عليكم كل متتبعي القناة وأعضاء وزوار منتديات ليلى بوتينة تحت الرابط www.lailabouteina.com. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الحامض المصبر بدون ملح نظرا للأضرار الوخيمة على صحتنا، وكذلك أن الحامض المصير يدخل في أغلب الأطباق المغربية مما كيؤدي الى زياده نسبه الملوحه فيها. اليوم ان شاء الله غادي نستعملوه بدون ملح، ما غاديش يحتاج مده طويله للتصبير كيف ما الملح المصبر كيف ما عفوا الحامض المصبر بالملح، غادي يحتاج من 3 ايام حتى 4 ايام على ابعد تقدير. غادي نحتاجه على بركه الله كميه من الحامض، الاحسن ما يكونش معالج كيميائيا. غادي نحتاجو الكاسرول فيها الماء، وغادي نحتاجو قلعة زجاجية اللي غادي نحطو فيها الحامض ديالنا. غادي نعملو الماء ديالنا تيغلى على النار، وغادي نعملو وسطو الحامض ديالنا حتى نحسو بأن الحامض انتفخت، وعاد غادي نوضعوها في القرعة الزجاجية. إن شاء الله الطريقة تكون مشروحة بعد متابعة هذا الفيديو. من بعد ما تيغلى الحامض ديالنا تنهزو تنعملو في علبة زجاجية ونحتفظو به، وهو بعد 4 ايام تيصبح جاهز. كيف ما تلاحظو الحامض ديالنا اصبح الملمس ديالو اسفنجي. بالنسبه للكميه ديال الحامض، انا عندي كميه مجهزاها مسبقا، انا عملت 4 غير باش نعطيكم مثال، ويمكن لكم تضاعفوا الكميه كيف ما حبيتوا. غادي نعملوا الحامض ديالنا في بول زجاجي، حاولوا نضغطوا عليه مع بعضياته، وغادي نضيفوا هذا الماء اللي سبق وتغلى فيه الحامض. وغادي نغلقوا عليه باحكام، ومنه من دابا لربع ايام تيصبح الحامض ديالنا جاهز للاستعمال. واذا كانت السيده مزروبه وواقفه على الحامض يمكن لها تستعمل منه الان في هذه المرحله، تيصبح صار جاهز للطبخ. شكرا لتتبعكم الفيديو ديالي، ما تنسوش الضغط على الاشتراك باش توصلوا دائما بالجديد، وتبارطاجيو الفيديو في لي باج ديالكم باش يستفيد منها الأغلبية. بعد مرور 4 أيام تتلاحظوا معايا الحامض كيفاش صبح اللون ديالو، هادي حامضة مفتوحة القلب ديالها كيف ما تتلاحظوا معايا لين وجاهز للاستعمال. بالنسبة للحامضة هي فخاجيل ولا تحتها هي جاهزة للاستعمال. كنكونوا بهالطريقة ما استعملناش الملح وصبرناه في وقت قياسي. تنتمنى الحلقة تنال إعجابكم. السلام عليكم.